مشاهدينا الكرام، سيكون الإيرانيون يوم الجمعة المقبل على موعد مع جولة ثانية لاختيار رئيس بلادهم، جولة الحسم التي لم تحدث إلا مرة واحدة في 2005 منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما. تذكروا جيدا الوجهين، هذين الوجهين، لأن أحدهما سيكون رئيس إيران بعد جولة الحسم يوم الجمعة المقبل. ستجمع إذن هذه الجولة مرشحين اثنين، هم مسعود بزيشكان، هذا هو، وأيضا سعيد جليلي المحافظ. بزيشكان هو طبعا مرشح الإصلاحيين. جولة ثانية بعد جولة أولى لم يستطع فيها أي مرشح الحصول على أغلبية الأصوات وحسم السباق، وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية فقد حل في المرتبة الأولى المرشح الإصلاحي مسعود بزيشكان، هذا هو نراه هنا، حصل على أكثر من 10,415,000 صوت مدبوعا بالمرشح المحافظ سعيد جليلي الذي فاز ب9,500,000 صوت. داخليا مسعود بزيشكان جراح القلب والبالغ من العمر 69 عاما، هو الإصلاحي الوحيد المرشح في انتخابات الرئاسة الإيرانية، يعرف بمواقفه المناصرة لحقوق الأقليات القومية في إيران والإصلاح الاقتصادي والتعددية السياسية والتحرر الاجتماعي. هو سبق وأكد ضرورة تفادي أي سلوك تطفلي أو غير إنساني تجاه النساء، والمقصود هنا موضوع فرض الحجاب على النساء. هو من مناصري إعطاء الحرية للنساء، لا يريد استخدام العنف في فرض ارتداء الحجاب على النساء في إيران. أما المحافظ سعيد جليلي خصمه بزيشكان السياسي، هو سياسي وأكاديمي ذو 59 عاما، فلم يخفي أبدا ولاءه الشديد للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، ويتماشى ذلك مع الأدوار التي أداها في صلب منظومة الحكم بالبلاد، كما يؤكد ضرورة إصلاح الاقتصاد في إيران. على المستوى الخارجي فقد عرف بزيشكان بمواقفه الداعية لتخفيف حدة التوتر في العلاقات مع الغرب والانفتاح عليه، أي على الغرب طبعا، بل والعودة إلى الاتفاق النووي. ومنافسه جليلي عرف بتوجهاته المناهضة بشدة للغرب، وخلال فترة توليه أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي قاد جليلي مفاوضات بلاده مع القوى الكبرى لحسم ملف طهران النووي على مدى 5 أعوام، لكن جميع جولات التفاوض باءت بالفشل، وشهدت الفترة صدور 3 قرارات أممية ضد بلاده، واتسمت بفرض عقوبات أمريكية وأممية وأوروبية على طهران.